سجل دلوقتي. تمام، هنبتدي يلا. صوتي واضح؟ الصوت واضح ولا لا؟ واضح يا فندم. يا جماعه صوتي واضح؟ واضح يا دكتور مجدي، اتفضل يا بيه. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي بقى ان شاء الله على ايه؟ على الديفلوبمنت اوف ذا يورينري سيستم. طيب قبل ما نتكلم على الاوريجن بتاع عليكم السلام ورحمه الله، قبل ما نتكلم على الاوريجن ديفلوبمنت الاوريجن اوف ذا يورينري سيستم، عاوزين ناخد بس الاول فكره سريعه على الاناتومي بتاعه. اليورينري سيستم زي ما انتم عارفين كان بيكون من تو كيدنز، ومن الكيدنز هيطلع منها اثنين يوريترز بيفتحوا في اليورينري بلادر اللي هتؤدي الى اليوريثرا، هتفتح في الفاجينا في الفيميل، لكن هتمشي كورس مختلف شويه في الميل نظرا لاختلاف الاكسترنال جينيتال اورجان اللي هو البينس. طيب ده بالنسبه مين؟ للكيدنز والدكتس بتاعتها. نعمل ثواني، نعمل ايه؟ بوينتر اوبشن. تمام ماشي. طيب الكيدنز نفسها بتتكون من ايه بقى؟ لما نيجي نفحص الكيدني ديت مايكروسكوبيكالي اللي بتتكون من مليون وحده، كل وحده تعمل ككيدني منفصله، تشتغل ككيدني لوحدها. الوحدات دي بيسموها النفرونز. كل نفرون عباره عن ايه؟ عباره عن رينال كورباسل. تمام، رينال كورباسل ديت جلوميرولار تافت وبومن كبسول، دي اللي هيرشحهم اليورين من البلد، وتبتدي اليورين يتنقل في ماينيوت تيوبيولز اسمها كونفوليوتد تيوبيولز. واحده منهم كانت بروكسيمال، دي موجوده في الكورتكس، بعدها لوب على شكل حرف اليو اسمه لوب اوف كانل، هيؤدي الى انذر كونفوليوتد تيوبيول اسمها ديستال كونفوليوتد تيوبيول، هتفتح بعد كده في الكولكتنج تيوبيول. فين؟ في الماينور كاليسز اللي هي كانت الايه التيرمينال اربورايزيشن من البلفس اوف ذا يوريتر. ده كان باختصار الاناتومي بتاع الفيميل كيدني بالفيميل يورينري سيستم. الميل يورينري سيستم نفس الحكايه بالظبط ونفس الكلام، الفرق بس فين؟ الفرق في اليوريثرا. الفرق في اليوريثرا هنا كانت اليوريثرا في الفيميل قصيرها وطولها 4 سنتي وتفتح مباشره من اليورينال بلادر للفاجينا، هنا اليوريثرا طويله شويه وشكل حرف الاس ولها 3 بارتس ولها بروستاتيك بارت اللي هو هي ناظر الفيميل يوريثرا، ولها ميمبرينس بارت اللي في البرنيه والبينايل بارت اللي في البينس. ده كان باختصار الوصف التشريحي اللي الناس كلها عارفاه عن اليورينري سيستم. جوه الكيدنز نفسه في الفيميل زي الفيميل مليون وحده يسموها النفرونز، تتكون من رينال كورباسلز وكونفوليوتد تيوبيولز بروكسيمال وديستال وبينهم اللوب اوف هينل، وتفتح في النهايه في الكولكتنج تيوبيول على المايدور كاليسز الميجور كاليسز للرينال بلفس لليوريتر، وهتمشي الدوره بتاعتنا. طيب لما احنا نقول، يعني احنا لما يجي كده على بالنا كلمة كدني، الكدني سيستم ده كان بيتكون من ثلاث أجزاء يتبعوا بعضهم بعض. يعني الديفلوبمنت اوف ذا كدني امبريولوجيكالي بيخرج من ثلاث مصادر، كل مصدر فيهم يتبع الثاني، هو البرونيفروس والميزونيفروس والميتانيفروس. البرونيفروس ده أول كدني أو أول كدني سيستم، ده كان رودمنتري. رودمنتري يعني ايه؟ في حد طلب؟ طيب ماشي، طب اتفضلوا اقفلوا المايك. ماشي اقفلوا انتوا المايك وانا هفتح من ناحيه ثانيه. تمام ميوت اول خلاص كله تمام.
طيب تمام، الصوت واضح يا جماعه كده؟ اديني بس رنه. واضح يا دكتور مجدي، اتفضل. طب تمام. بالنسبه بقى لايه، البرونفروس ديت كدني مش شغاله، دي رودمنتري. امال فايدتها ايه؟ فايدتها انها يعني وجودها كان مقدمه لظهور استراكشرز ثانيه بيرمننت واكثر اهميه، فعشان كده از نوت فانكشنينج امان. اما الميزونفروس والميتانفروس، الكدنز ديت الميزونفروس الاثنين بيرمننت، لكن اللي فانكشنينج واللي هتستمر معانا بقى اللي هي الكدني باسمها الطبيعي اللي هي الميتانفروس، دي اللي هي البيرمننت كدني اللي هي الثيرد فورم. اما الميزونفروس ايضا فهي رودمنتري، لكنها بتؤدي الى ظهور استراكشرز هتكون مهمه في مرحله تكوين الميتانفروس زي ما هنشوف دلوقتي. طيب علشان دلوقتي نوصل يعني ايه للديفلوبمنت اوف ذا كيدني، عايزين نراجع مع بعضنا حاجه احنا ما كناش قلناها، اللي هي الفولدنج. الفولدنج اللي هي عمليه تشكيل الامبريو. احنا كنا وصلنا الامبريو كان عباره عن قرص، يعني كان الجنين ده قرص زي قرص العيش كده، طبقتين وبعد كده بقى ثلاث طبقات. في الاسبوع الرابع حصل حدث مهم قوي اسمه الفولدنج، بدا يتشكل، يتصور، يتخلق الجنين ويتحول من قرص مسطح كان بيضاوي الشكل او راوند الاول، بعد كده بقى بيضاوي، بعد كده بقى بير شيب، ثم هذا القرص بدا ينتني على بعضه ويتشكل ويتحور ويقابل حواف وتلمس بعضها لحد ما تؤدت الى ظهور الاستراكشر ده اللي اسمه الامبريو. الامبريو اللي هو شكل حبايه الفول ده كان في نهايه الاسبوع الرابع. صفوف كده الصوت يا جماعه، كان في نهايه الاسبوع الرابع بدا يظهر بعد الفولدنج، بدا للجنين شكله بقى شكل حبايه الفول، بقى محاط من كل الجهات بممبرينس انفلوب، كان اكتوديرمال اوريجين، هو نفسه الاكتوديرم بس بعد ما انتنى، بعد ما حصل له فولدنج انتنى على نفسه وحوافه قابلت بعضها وحولت الجنين من قرص الى مجسم. هذا الاكتوديرمال كفرنج بقى يغطي الجنين من كل الاتجاهات بتاعته. اما بالداخل بقى الانترا امبريونيك ميزوديرم. الانترا طبعا الايه الفولدنج بالاكتوديرمال كفرنج ادى الى ظهور انبعاجات وانخفاضات في سطح القرص الجنيني او في سطح الجنين. الانبعاج الاول كان موجود سيفاليكالي، هو الهيد بلج، بعديه انخفاض يليه على طول كودالي اسمه الاستوموديوم. انا بقول هيد بلج لان لسه ما فيش عندي راس، انما دي منطقه بقليله الراس اللي تؤدي الى ظهور الهيد بشكلها ايه المعروف بعد كده. يليه ديبريشن اسمه استوموديوم. استوموديوم ده اللي هو الفيوتشر ماوس، انا مش قادر اقول عليه ماوس لانه ملوش ملامح الماوس، لا له لب فوق ولا لب تحت ولا له اورال فيشر، انما هو جاست ديبريشن، حفره. هذه الحفره هيسموها استوموديوم. بعدها كودالي انذر بلج، انذر دايلاتيشن، انذر سويلينج، هيسموه ثوراسيك او كاردياك بلج، دي تبقى منطقه الفيوتشر ثوراكس. يليها انذر بلج هيبقى الامبلايكس بالكونتنتس بتاعتها، ثم اخيرا التيل اوف ذا امبريو. كل ده يسبح في بحر، يعني جوه منه بحر عظيم من الخلايا السوفت اللي عندها المقدره على التشكل في اي صوره، اللي اسمها انترا امبريونيك ميزوديرم اللي انا عملتها باللون هنا الاصفر. اما الاندوديرم اللي كان قاعد تحت الاكتوديرم وكان نتيجه للفولدنج فحوافه اتقابلت مع بعض، كان عباره عن صفحه، كان بلين. الصفحه ديت لما انتنت قابلت بعضها وعملت لي تيوب. هذه التيوب اكستنس فروم ذا ريجون اوف ذا فيوتشر ماوس اللي هي الاستوموديوم ونزلت في قلب جسم الجنين او الفيوتشر امبريو وامتدت لحد التيل في صوره دايلاتيشن هيسموه الكلويكا. طب امال الكافيتي اللي جوه اليوك ساك، اليوك ساك اللي
كان موجود تحت الاندوديرم راح فين؟ راح دخل في قلب الكافيتي اوف ذا اندوديرمال او الجاب تيوب، لكن جزء منه كان حصل له سكويز نتيجه الفولدنج، هينعصر عمل زي البالونه كده او الزئه بتاعت العيد لما بنضغط عليها فبتتعصر، اتعصرت ونطت دخلت في قلب الامبليكس، والدكت اللي وصلتها بالجاب تيوب اسمها فيتيلو انتستاينال دكت، ودي بقت الديفينيتيف يوك ساك الاصليه. في ظهر هذه الاندوديرمال تيوب كان يوجد طبعا دي بحر الميزوديرم العظيم اللي اسمه انترا امبريونيك ميزوديرم، كان في ظهر الجاد تيوب كان بيوجد النوتوكورد، وفي ظهر النوتوكورد كان بيوجد النيورال تيوب. كل ديت الحاجات دي كانت اكتوديرمال الاوريجين اللي هم النوتوكورد والنيورال تيوب، اما الجاد تيوب فكانت اندوديرمال الاوريجين، وكل المكونات دي بتسبح في بحر عظيم جدا من الخلايا الصوفت اللي هي لها الابيليتي تو ديفرنشييت لمالتيبل سيستمز او مالتيبل اورجانز اللي اسمها انترا امبريونيك ميزوديرم. طيب ده كان الجنين في نهايه الاسبوع الرابع. لو جينا احنا دلوقتي نبص على الجنين من ظهره الاي اي، ادي الهيد بلش، وادي تو فور لمب بادز اللي هم الفيوتشر افر لمب، والتو هايند لمب بادز اللي هم الفيوتشر لور لمب، وما فيش امبلاكس يبقى ده الباك اوف ذا امبريو. انما لو جيت ابص على الامبريو من قدام هل قالوا نفس المظهر، يعني هيد بلج وتو لمب بادز قدام وورا، لكن في امبلايكس يبقى ده الفنترال اسبيكت اوف ذا امبريو. طيب تعالوا بقى نشوف، هنبتدي المحاضره بتاعتنا دلوقتي بالديفلوبمنت اوف ذا كيدني بالبرونيفروس. كيف ظهر البرونيفروس؟ من خلال هذا الدياجرام اللي يعني احنا هنبص على الجنين من الباك، بس بعد ما اشيل الاكتوديرمال كفرنج هشيل الاكتوديرم وابص عليه من ورا. في الرسومات اللي فاتت كانت ساجيتال سيكشن، هنا ديت كورونال سيكشن، بس كورونال سيكشن هبص عليه من الخلف واشيل الاكتوديرم وابص بقى على الداخل. ادي عند الجات تيوب اهي اللي هي كانت اصلها اندوديرمال بليت، ومع الفولدنج اتحولت ل جاد تيوب امتدت من منطقه الاستوبوديوم لحد التيل اوف ذا امبريو، ومن تحت بقى دايليتد في صوره الكلويكا. طيب بحر الميزوديرم العظيم ده اللي اسمه انترا امبريونيك ميزوديرم كان حصل له ديفرنشيشن لثري دريفاتيفز، ثري ميزوديرمال دريفاتيفز. الميزوديرمال دريفاتيف الاولاني اللي قاعد على السايدز اوف ذا ميدل لاين، السايدز اوف ذا اكسس، بقى اسمه بارا اكزيال ميزوديرم. هذا البارا اكزيال ميزوديرم كان اتقسم الى عدد 42 الى 44 قطعه يسموها السومايتس، وهذه السومايتس بعد كده هي تؤدي الى تكوين الماسكولوسكليتال سيستم اند ديرمس. ده اول ديريفاتيف. الديريفاتيف الثاني عباره عن انترميديت كولم، انترميديت سوليد ماس يسموها النيفروجينيك كورد. نفرو يعني كدني، جينيك يعني فورمينج، كورد اللي هو الحبل، الحبل اللي هيكون الكدني اللي يؤدي ده طبعا ظهر من الانترميديات ميزوديرم اللي هو كان الدريفاتيف الثاني من بحر الميزوديرم العظيم اللي جوه الامبريو اللي اسمه انترا امبريونيك ميزوديرم. الدريفاتيف الثالث قاعد على السايدز اوف ذا نيفروجينيك كورد وكان اسمه انترا امبريونيك سيلم، ده كان مالتيبل كافيتيز اتحدت مع بعضها وعملت لي كافيتي واحد كبير. الكافيتي ده هيتصل فنترالي في المنطقه اللي بتبقى ورا الاستوموديوم، وهو قاعد على السايدز اوف ذا نيفروجينيك كورد يسموه انترا امبريونيك سيلم. انترا يعني انسايد، امبريونيك يعني انسايد ذا امبريو، سيلم يعني كافيتي، فدي هتؤدي الى الكافيتيز، الى ظهور الكافيتيز اللي قاعده جوه الامبريو. ايه هي الكافيتيز دي؟ الثلاثة بي اللي هم البلورا والبروتونيوم والبيريكارديوم. طيب دلوقتي من هذا النيفروجينيك كورد هيبتدي تتكون الكدني، هيبتدي تتكون البرونيفروس. ازاي؟ تعالوا كده نبص مع بعضنا. قبل ما ادخل على الرسمه اللي بعدها، النيفروجينيك كورد ده في المنطقه اللي قدام السومايتس ديت،
قدام الصوميتس الأولانية هيبتدي يتقطع. أي صوميتس؟ الصوميتس من رقم 10 إلى رقم 14. أنا قلت أنا عندي 42 إلى 44 صوميتس اللي هم يعملوا الماسكولوسكليتال سيستم والديرمس في المنطقة من النيفروجينيك كورد اللي مقابلة للصوميت من 10 إلى 14 كده، هنجد إن النيفروجينيك كورد أدي الصوميت هيت في المنطقة المناظرة من 10 إلى 14 ونفترض إنها ديت، هيبتدي النيفروجينيك كورد يتقطع لحتت، بدل ما هو كورد ستريت كده وكونتينيوس هيبتدي ادفايدز، هيبتدي يحصل له سيجمنتيشن إلى ماسز، يبلغ عدد الماسز ديت من 7 إلى 10 ماسز هتتكون في المنطقة المناظرة من الصوميت من 10 إلى 14. الماسز ديت اللي طالعة من النيفروجينيك كورد اسمها نيفروتومز، دي البداية بتاعتنا، بنتكلم على البرونيفروز دلوقتي. النيفروتومز ديت كتل مصمتة سوليد ماسز هتتقطع من النيفروجينيك كورد، بعد شوية كل نيفروتوم من دول هتتحول لكافيتي، هتأكواير اي كافيتي. بصوا يا جماعة لو فاكرين الطين الصلصال اللي كنا بنلعب بيه زمان، كنا نمسك عجينة الطين الصلصال، نمسك العجينة ونحطها كده على صابعنا ونقعد ايه نحط يعني نمسكها في ايدينا ونقعد نقورها بصابعنا، ندخل فيها نعمل فيها بيت، وهذه البيت جرادوال ديبنينج لحد ما نحولها للكافيتي. هنا بالظبط كل نيفروتوم هناك يد اصبع بيدخل فيها، طبعا مش ان هي اصبع بمعنى اصبع ده معنى مجازي، هناك ايه يعني ايه عمليه كافيتي فورميشن، فتتحول لفيزيكال، فيزيكال بقت بدل ما هي سوليد ماس بقت يعني ايه سيلوميك ماس، ماس كتله بس مجوفه. هذه الكتله المجوفه، هذه الكتله المجوفه بقت اسمها النيفروسيل. تمام كويس، نطلع بقى. طب النيفروتومز هيحصل لها اكوايرز كافيتي، كل نيفروتوم يعني يحصل فيها كافيتي فورميشن وتتحول الى نيفروسيل، وبعد كده هيحصل الونجيشن لكل نيفروسيليه من ديت، كل حته نيفروسيله هيحصل لها الونجيشن، هتبتدي تطول وتتشكل، يتغير منظرها، بدل ما هي كانت سيل مدوره بقت واخده شكل حرف ايه المفتاح الانجليزي كده او المفتاح الفرنساوي، بقت واخده سيميليونر ان شيب، وتحولت والترم اللاترال اند بتاعتها بقت ضغط، فتحولت النيفروسيل الى برونيفريك تيوبيولز. البرونيفريك تيوبيولز دول اللي هم كان عددهم من 7 الى 10 وتكونهم في الليفل اوف سومايت، يعني كونهم من النيفروجينيك كورد في مستوى السومايتس من 10 الى 14، هي انترنالي او ميديالي هيفتحوا في الانترا امبريونيك سيلم، اما لاترالي هيفتحوا مع بعض الضغط واحده. هذه الضغط هتوصلهم تنزل كودالي وتوصلهم في قلب الكلوكا. الضغط دي اسمها برونيفريك ضغط، والضغط ديت هي الاند ريزلت اللي كنا عاوزين نوصل لها. ليه؟ لان البرونيفريك تيوبولز نوت فانكشنينج، وجراديولي هيحصل لها ديجنريشن وهتدوب وهتروح وخلاص ما حدش لها وظيفه، ويتبقى لنا البرونيفريك دكت اللي هتستخدم بعد كده في ظهور الكدن الثانيه اللي اسمها الميزونيفروس. الميزونيفروس هتتكون من الانترميديات بارت اوف ذا نيفروجينيك كورد، ادي المنظر بتاعنا اهو، ادي الجت تيوب والكلوكه، وادي البارا اكزيال ميزوديرم، وهنا النيفروجينيك كورد. الكيسيفاليك بارت اوف ذا نيفروجينيك كورد استخدم في تكوين البرونيفروس اللي هو كان عباره عن تيوبيولز وضغط، التيوبيولز دابت وراحت والضغط اللي اتبقت. اما الميدل بارت، الميدل بارت اوف ذا نيفروجينيك كورد اللي قاعد في مستوى السومايتس من 14 ل 26،
النفروجين الكورد هيتقسم الى عدد من البيسز دي هنا على فكره، ادي هنا ايه البرونيفريك تيوبيولز والبرونيفريك داكت، ادي البرونيفريك داكت اللي نازله لحد تحت اهي، دي معانا هنا لحد تحت اهي، ادي البرونيفريك داكت نزلت لحد تحت وفتحت لي فوق اللوكا. هنا نرجع بقى للانترميديت بارت اوف ذا انترميديت بارت اوف ذا نيفروجين كورد، هيتقسم الى عدد من في المنطقه المناظره من 14 الى 26 سبايت، هيتقسم لعدد من القطع، القطع دي سموها نيفروتومز. القطع دي عددها قد ايه؟ عددها من 70 الى 80 قطعه، كل قطعه يحصل لها اكواير كافيتي تتحول لفيزيكال، وبعد كده الفيزيكال دي يحصل لها الونجيشن وتتحول لتيوبيولز اللي هي المنظر اللي عامل زي المفتاح الانجليزي ديت. التيوبيولز ديت يا جماعه هيسموها ميزونيفريك تيوبيولز، هذه الميزونيفريك تيوبيولز هيخش فيها بعد كده طفت اوف كابيلاري ده ميديالي، اما لاترالي فتروح تفتح في ضغط، عارفين الضغط اللي فتحت فيها يمين هي البرونيفريك ضغط. اذا البرونيفريك ضغط كان كل شغلته فقط انه كان بيؤدي الى الفورميشن اوف ذا برونيفريك ضغط، بس بعد ما تاخدها الميزونيفريك تيوبيولز مش هتسميها بقى برونيفريك داكت، خلاص عيب بقى بقت بتاعتها، فسمتها ميزونيفريك داكت. فالميزونيفريك داكت هي البرونيفريك داكت بس بعد ما استولت عليها الميزونيفريك تيوبيولز اللي تكونت من النيفروجين الكورد في مستوى السوبايتس من 14 ل 26 وبلغ عددهم من 70 الى 80 تيوبيولز. طيب كده الميزونيفروس is working في جلوميرولاس internal جلوميرولاس وشغالة وفي ضغط وبقى يشتغل. هنشوف بقى البرمننت كدني، الكدني التالتة والأخيرة اللي اسمها الميتانيفروس. الميتانيفروس أو البرمننت كدني دي أهم حاجة بقى، دي تخرج من مصدرين اتنين، المصدر الأول اسمه يوريتريك بض والمصدر الثاني اسمه ميتانيفريك كام. ده المنظر للجنين، ده الباك اوف امبريو بعد الريموفال اوف ذا اكتوديرمال كفرنج، ادي عند الجات تيوب اللي هي كانت اندوديرمال ان اوريجين وقاعد على جانبيها الصومايتس. هتخرج الكدني الثالثه، هتخرج منين؟ هتخرج من النيفروجين كورد بس عن طريق مين؟ عن طريقين اثنين. الطريق الاول اسمه يوريتريك بض. قبل ما اتكلم على يوريتريك بض نفكركم المنظر ده كان الميزونيفريك تيوبيولز، الميزونيفريك تيوبيولز فتحت لي بضغط اسمها ميزونيفريك ضغط، الميزونيفريك ضغط دي راحت اتصلت بالكلوكا اللي هتبقى جزء منها هيبقى اليورينري بلادر، بالقرب من اتصالها بالكلوكا هيظهر بلايند دايفرتيكولم. هذا البلايند دايفرتيكولم يعني بروجكشن، هيطلع من الميزونيفريك ضغط بالقرب من اتصالها بالكلوكا، رايح فين؟ رايح هيجرو انسفاليك اند دورسال دايركشن، في اتجاه مين؟ في اتجاه الريميننج بارت اوف ذا نيفروجين كورد. يبقى النيفروجين كورد الغلبان ده اللي قاعد اتقطع لثلاث قطع، القطعه السفاليك عملت البرونيفروس، القطعه الانترميديت عملت الميزونيفروس، القطعه اللي باقيه اللي هي الكودال هيدخل فيها مين؟ هيخش فيها اليوريتريك بض اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن بلايند دايفرتيكولم، هيخرج من التيرمينال اند، تيرمينال يعني الكودال اند يعني الديستال اند اوف ذا ميزونيفريك داكت بالقرب من اتصالها بالكلوكا. هيروح فين؟ هيروح في هيجرو في دورسال، يعني رايح ماشي للخلف رايح لورا في دورسال وسيفاليك دايركشن، هيتجه ناحيه الريميننج بارت اوف ذا ايه اوف ذا نيفروجين كورد. طب وتعمل ايه بقى بعد ما هتبتدي برنامج انقسام بروجرام اوف ترانشينج؟ هيبتدي اليوريتريك بض ده هيبتدي برنامج انقسام، هينقسم الى برانشينج باترن، فينقسم الى عدد من البرانشز. البرانشز ديت بصوا كده معايا، البرانشز دي اهي 2 الى 3 ميجور كاليسز
وكل ميجور كاليكس هينقسم الى عدد من المينور كاليسز. يبقى ده الجزء الاول، ده اللي هيكون اليوريتر وهيكون البلفس اوف يوريتر وهيكون الكوليكتنج تيوبيول. يبقى ده المصدر الاول لتكوين مين؟ لتكوين الميتانيفروس. المصدر الثاني هو مين؟ المصدر الثاني هو النيفروجينيك كورد. لما نرجع له كده اللي هو ده النيفروجينيك كورد كان هو المصدر الثاني. ازاي؟ بصوا كده معايا في الرسمه ديت، اهو ده المصدر الثاني النيفروجينيك كورد. الريميننج بارت منه هيكون الكدن ازاي؟ اول ما اليوريتريك بلد ده يلمسه ويبتدي ينقسم في جواه ويتفرع لميجر ومينور كاليسز هيتجن الايه؟ النيفروجينيك كورد هيتجن ويحصل له ديفرنشيشن هو كمان. اول ما يلمسه هيبتدي يتقسم الى تو زونز، ان اوتر لوس زون. الاوتر لوس زون ده هيكون الرينال كبسول والكونكتيف تيشو، وانر دنس زون هو اللي هيعمل مين؟ هو اللي هيعمل النيفرونز. كويس، يبقى كده الكدني اتكونت من مصدرين، المصدر الاولاني يوريتريك بلد، المصدر الثاني اللي اسمها ميتانيفريك كاب اللي هي كانت الكودال بارت، كودال يعني ديستال بارت اوف ذا ايه اوف ذا نيفروجينيك كورد. يبقى كده متشكلين للنيفروجينيك كورد كله اتاخد وكون في النهايه مين؟ وكون في النهايه الكدني. طب بس الكدني لسه ما فيش حاجه عندي اتكونت، يعني ده منظر عام. النيفرونز جت منين بقى؟ والتيوبيولز المليون واحده دي جت منين؟ بصوا معايا بقى، هناخد نشوف الميتا نفريك كاب دي ونكبرها. هنكبر الميتا نفريك كاب اهيت. بصوا دي كانت ايه؟ ده سمري بقى للي فات كله. الاول ده السمري، بصوا للسمري الظريف ده عشان اللي جم متاخر. شوفوا السمري ده، ده النيفروجينيك كورد اللي هو الانترميديت ميزوديرم اللي قاعد على السايدز اوف ذا براكزال ميزوديرم اللي هو كان ديريفاتيف من بحر الميزوديرم العظيم اللي اسمه انترا امبريونيك ميزوديرم. ايه اللي هيحصل له؟ السفاليك بارت بتاعه، وده لاترال لو كان الانترا امبريونيك سيلم، السفاليك بارت بتاعه من فوق هيتقطع لعدد من القطع زي ما احنا شفنا اسمها نيفروتومز، والنيفروتومز دهيت وبقيه النيفروجينيك كورد موجود. النيفروتومز دهيت هتتحول الى نيفروسيلز، اهي نيفروسيلز، والنيفروسيلز بعد شويه هتدوب وتتحول الى برونيفريك تيوبيولز. فتحت في برونيفريك دكت، مشيت ديستالي وراحت فتحت في الكلوكا، دي كانت برونيفروس. الميتانيفروس هيمو على حساب البرونيفروس. يمو منين بقى؟ في الميدل بارت اوف ذا ايه؟ الميدل بارت اوف ذا نيفروجينيك كورد اللي مواجه للسومايت من 14 ل 26، هينقسم الى عدد 70 ل 80 قطعه اسمها ميزونيفريك تيوبيولز، وهذه الميزونيفريك تيوبيولز فتحت لي بعد كده في البرونيفريك دكت واستولت عليها وغيرت اسمها الى ميزونيفريك دكت. طيب بعد شويه الميزونيفريك دكت بالقرب من اتصالها بالكلوكا طلعت لي بروز بلايند دايفرتيكولم اسمه يوريتريك بلد، راح نما ودخل في قلب التيرمينال اند اوف ذا نيفروجينيك كورد وتفرع في داخلها الى عدد من الفروع هي الميجر والمينور كاليسز والكوليكتنج تيوبيولز. استجابت التيرمينال بارت اوف ذا نيفروجينيك كورد بانه انقسم الى قسمين اثنين او تو زونز. الزون البريفرال او الاوتر كان لوز زون هو الكبسول والكونكتيف تيشو اوف ذا كيدني، اما الانر زون اللي هو الدنس زون اللي هيتحول الى مين؟ الى النيفرونز. ازاي؟ تعالوا نبص مع بعضنا في منظر في دايجرام تاني برضه. اهو انا خدت المنظر وكبرته، اهو ادي اليوريتريك بط بعد ما اتفرع الى ثلاثه ميجور كاليسز، والميجور كاليسز راح جاي عملت ودخلت في قلب مين؟ دخلت في قلب التيرمينال اند اوف ذا نيفروجينيك كورد اللي استجاب
وعمل الميتانفريك كاب اللي حصل لها ديفرانشيشن لأوتر زنلوس اللي هو بقى مين اللي هو بقى الكبسول والكونكتيف تيشو والانر دينس زون اللي هو بقى النفرونز. ازاي الكلام ده حصل؟ تعالوا نشوف الانر دينس زون اللي هو هيبقى بعد كده مين. اهو شايفين كبرناه وادي الانر دينس زون هيبتدي يتقطع كنتيجه طبعا للديفيجن بتاع او البروجرام بتاع الديفيجن بتاع الكاليسز هيبتدي يتقطع الى مليون قطعه. كل قطعه تملى مين؟ تملى الكورتكس. كل قطعه هيسموها نفروتوم. بعد شويه هتشيل كافيتي، يعني بدل ما كتله سوليد ماس اوف سيلز هتبقى فيزيكولار ماس او فيزيكولار ماس كتله ايه؟ كتله كافيتي او بقى كافيتي. شوف كده بقت كافيتي. بعد شويه الكافيتي ده عامل، انتوا عارفين الزقزقه يا اولاد اللي احنا بنعملها يا شباب، اللي احنا بنعملها في العيد بنلعب بيها اولادنا، بناخد الزقزقه دي ونبطها ونطولها ونقعد نغير في شكلها. هذه الكافيتي دي انسجه رخوه، هذه النفروتومز الانسجه الرخوه دي بدايه تكوين النفرونز. هيبتدي يحصل لها ايه؟ يحصل لها elongation، تبتدي تطول مع تغير شكل الكدني، يبتدي يحصل لها elongation، وبدل ما كانت زقزيقه مدوره هيبتدي تتكون تعمل بومنز كبسول وهي invaded بكابيلاري طفت، ويبتدي تتكون ماينيوت ايه؟ ماينيوت تيوبيولز البروكسيمال كومبليت تيوبيول. كل ديت من الزقزيقه ديت اتشدت اتشدت وتحولت الى هذه الاشكال البروكسيمال كومبليت تيوبيول فلوب اوف هانل فديستال كومبليت تيوبيول. خلصنا النفرون لحد هنا وراحت بقى فتحت في قلب الكوليكتنج تيوبيول اللي هي كانت جايه منين؟ اللي كانت جايه لنا من اليوريتريك بامب. يبقى كده الكدني بقى لها مصدرين اثنين، مصدر النفرون ما عدا الكوليكتنج تيوبيول جاي من الانر دينس زون بتاع الميتانفريك كاب، والمصدر الثاني اللي هو الكاليسز وكوليكتنج تيوبيول جايه من اليوريتريك بامب. مليون نفرون هيتكونوا من الميتانفريك كاب بالمنظر ده نتيجه ظهور اليوريتريك بامب. بس في حاجه هنا مهمه قوي لازم نعرفها، ان هنا في حاجه اسمها رينال بارير. الكدني دلوقتي مش شغاله، بعد فتره تبتدي تشتغل ازاي؟ هنا في حاجز، ان دي خرجت من مكان، دي خرجت من الميتانفريك كاب، ودول خرجوا منين؟ من اليوريتريك بامب. طيب بينهم حاجز اسمه رينال بارير. الحاجز ده مع الوقت هيدوب ويحصل كوميونيكيشن بتوين ذا سيكريتوري بورشن. سيكريتوري بورشن اللي هو كان طلع اليورين، اليورين يترشح من الدم عن طريق مين؟ عن طريق الجلوميرولوس وعن طريق التيوبيولز، هي كمان بتمص مين وتفلتر الدم، فاسمها السيكريتوري بورشن. اما الكوليكتنج تيوبيول والكاليسز ده اسمه اكسيكريتوري بورشن، ده كان بينهم بارير اسمه رينال بارير. رينال بارير ده مقفول في الاول، بعد فتره هيدوب هذا الرينال بارير ويسمح بمرور اليورين ويخليها تعدي من السيكريتوري بارت اوف ذا نيفرون للاكسيكريتوري بارت وتمشي على في مسارها ناحيه اليوريتر. طيب نفترض البارير ده كان موجود وما دبش ما راحش، ايه اللي هيحصل؟ هيقفل. فاللي هيحصل ان النفرون ان التيوبولز ديت هتمتلي باليورين وتتحول لحويصلة لكتلة. اللي هم عملوا ايه؟ عملوا محطوطة فيها؟ كده حاجة تحسن من ده شير من الديسكين.
شباب سامعين لي يا شباب؟ شباب كده يا دكتور سامعين بس ما فيش سكرين. ماشي ماشي، هو بس كان وقت الجلسة خلصت وانتوا جددتوا ايه، هناخد جلسة تانية. عارفين ان الزوم بيقعد ايه، بيقعد ساعة الا تلت. فكده هنبتدي ايه، ماشي. الصوت واضح كده يا جماعة؟ تمام يا دكتور. تمام كده الصوت تمام كده. تمام تمام توكلنا. طب دلوقتي خليكم معايا، اللي فات يعني اللي فات كنت سامعينه كويس؟ كويس، كان مسموع كويس. ويا ترى السرعه اخبارها ايه، كانت سرعه عاليه ولا بطيئه ولا نظامنا ايه؟ لا لا كانت ماشيه طبيعي يعني كويس. لا سرعه الكلام، سرعتي انا في الكلام؟ لا لا تمام يعني انتوا ماشيين معايا ولا ابطا؟ يعني قولوا لي ايه يعني بسرعه بس عشان الوقت، يعني ابطئ؟ لا لا كده تمام يا دكتور، ما بطئش انا، خليني بنفس المعدل ده. المعدل ده ممتاز. طب تمام تمام توكلنا على الله، يلا نكمل بقى. سلايد شو كرنت سلايد. تمام طيب، احنا وصلنا بقى لايه؟ قلنا ان الكدني بعد ما تكونت الميتانيفروس كانت تكونت من جزئين بقى، اللي هما جزء السيكريتوري اللي هو جاي من الانر دينس زون بتاع الميتانيفريك كاب، والجزء الاكسكريتوري السلبي اللي بيشيل اليورين بس، ده كان جاي من اليوريتريك بض اللي هو كان طالع من التيرمينال اند بتاعه الميزونيفريك داكت قبل ما تروح تفتح فين، قبل ما تفتح فيه الكلوكا. ورينا البرل اللي بينهم هيدوب ويختفي وتمشي دورة اليورين. طب نفترض ان هو رينا البرل ده ما دبش، فيحصل سيست فورميشن ويؤدي الى ظهور السيست الكدني، المرض المشهور. طب هل ممكن بعد ما يدوب يرجع يتكون تاني؟ ايوه ممكن لحد سن اي وقت، اذا حصل جلوميرولونيفريتس او حصل انتيجين انتيبودي، اي مشكله ممكن تؤدي الى ري اوكلوجن اوف ذا اي اوف ذا رينال بارير وتؤدي الى ظهور البلوسيستيك كدني. هو بس نظرا لضيق الوقت كان نفسي اضرب لكم امثله، لكن هقول لكم مثل بس في دقيقتين اتنين. مثل كان مشهور قوي، انتوا يعني مش عارف انتوا فاكرين، كان ايام عبد الناصر كان في محاكمات بتتم كده ايه للمعارضين وبتاع، فكان في واحد من القاده مش عارف كان اسمه جمال سالم ولا جمال سالم، كان ده دايما ايه يعني كان مفتري قوي، فكان بيدي احكام قاسيه للغايه. فواحد من المساجين قال له روح يا شيخ، القصه دي معروفه قوي، وكان بيحكيها لنا دكتور مسالك من اسكندريه، كان مدرسنا على طلبه، كان مشهور او مش عارف بقى عايش ولا فاروق اسمه حمود، مش عارف تسمع عنه ولا لا يعني. فقال له روح يا شيخ ربنا يبتليك بمرض تطلب منه الموت ما تلاقيهوش. فجمال سالم ده مات سن صغير، مات عارفين مات ازاي؟ الرينال بارير ده اللي بعد ما داب في سن الطفوله والكدني اتكونت واشتغلت وبقت زي الفل، راح جاي جاله يعني واحد من الكدني ديزيز اوتو من ديزيز، فحصل له ريبيلد للرينال بارير وحصل له البوليسيستيك كدني، والكدنس بتاعته بقت بتتعبى، بقت مليانه سيس وبقت تتعبى باليورين، بس اليورين ده بينزلش. انت تخيل نفسك كده لما بتقوم بالليل مزنوق وعاوز تدخل الحمام، شوف تبقى هتعمل هتتجنن عشان تنزل اليورين. فتخيل بقى ده لو في ظهرك بقى، هتحس ان بطنك بتنفجر. فكان فعلا كانوا بيعملوا عشان يطلعوا اليورين، كانوا بيجيبوا ابر ويخرموا له ظهره علشان يطلعوا اليورين من السيست بتاعه الكدني. فضل على كده لحد ما كانت حاجه مزربل قوي. فده كان بمناسبه بنحكيها على البوليسيستيك كدني والرينال بارير. بالشكل ده الكدني الميتانيفروس اتكونت اهو بالمنظر دي، مراجعه سريعه اهيت،
ديت ايه ادي الانر دنس ماس كونت النفروتومز اللي تحولت الى ايضا نفروسيلز، والنفروسيلز ديت بدات تتمدد وتتشكل في صوره النفرونز المعروفه بتاعتنا اللي هو بالشكل ايه النهائي اللي احنا شايفينه ده. طيب الكونجنيتال انوماليز اللي ممكن نشوفها بقى اثناء الديفلوبمنت اوف ذا كيدني. الكيدني يا جماعه اول ما اتكونت اتكونت في البلفس، لكن مع الجروس راح الجايه طالعه مكانها فين؟ في البوستيرور ابدومينال وول في الليفل من 11 ثوراسيك فيرتبرا الليفل اوف ذا ثيرد لامبر فيرتبرا، المكان المعروف بتاعها. يعني اتكونت في البلفس وطلعت لفوق. لما طلعت لفوق خدت ارتري طلع من الاورطة في الليفل اوف ذا سكند لامبر فيرتبرا، ده نورمال بيسموه نورمال لينا الارتري. احيانا الكدني تاخد ارتري من الاورطة وهي من تحت وتطلع بيه فوق، الارتري ده بيبقى ابنورمال لينا الارتري، فممكن تلاقيه مرة قدام اليوريتر ومرة وراء اليوريتر. الارتري ده بيسموه apparent renal artery، بيسموه apparent ايه apparent renal artery. ده واحد من الكونجينيتال انوماليز اللي ايه اللي بتقابلنا. طيب كونجينيتال انوماليز الثاني بيسموه، عايز تبص معانا؟ طيب بص يا ربي يلا خليك بص شفتي يلا. الانوماليز الثاني بيسموه هورس شو كيدني. الهورس شو كيدني الكيدني بعد ما تكونت هيحصل لها اللور بولز بتاعتها هتبقى كونتينيوز مع بعضها along the middle line، فتعمل الهورس شو كيدني تبقى فانكشنينج وما فيش فيها مشكله خالص. المرض الثالث اللي اسمه البوليسيستيك كيدني، البوليسيستيك كيدني اللي هو نتيجه ان الرينال بارير هيحصل له فيلير تو ديجنريت، او بعد ما ريجنريت هيحصل له ري ابييرنس من جديد، فممكن يكون كونجينيتال وممكن يكون اكوايرد زي ما احنا اتكلمنا عليه من شويه. الكونجينيتال انومال الرابعه اسمها البلفيك كيدني. زي ما احنا قلنا الكيدني بتتكون في البلفس وتهاجر من مكانها الى البوستير ابدومينال وول، في بعض الاحوال ما تهاجرش، الاوردر بتاع المايجريشن هيفيل ان هو يخلي الكيدني تهاجر من مكانها، فتفضل الكيدني في قلب البلفس ويسموها في الحاله ديت البلفيك كيدني. الكونجينيتال انومالي الخامسه ان يظهر دبل يوريتر. الدبل يوريتر ممكن يكونوا سيبريتد او ممكن يكونوا يونايتد، فهنا تو يوريتر شغالين او من عند البلفس الاثنين تو بلفيسز واتحدوا مع بعض يوريتر واحد. طبعا اليوريترز في الحاله دي يبقى شغال وزي الفل وزي التدخين خلين، ما فيش منه اي مشكله. الكدني لما بتتكون من مالتيبل لوبيولز تتحد مع بعضها ممكن يحصل فيلير للفيوجن بتوين ذا رينال لوبيولز فتعمل بيرزيستنت رينال او فيتال لوبيوليشن، برضه ما فيش منها مشكله. دي كانت الانوماليز الرئيسيه اثناء اللي بتظهر في الكيدني اثناء الديفلوبمنت بتاعها. بعد كده احنا عاوزين نتكلم على ايه؟ على الديفلوبمنت اوف ذا داكت سيستم. الداكت سيستم اللي بعد ما اليورين اتكون ازاي بقى اليورين هيبقى كونفييد ويطلع للاوتسايد. فالداكت سيستم كان بيشمل اليوريتر واليورينري بلادر واليوريسرا. تعالوا نشوف مع بعضنا كده الكيدني، المنظر ده احب دايما اكرره وفكر بيه في نهايه الاسبوع الرابع مع كل ديفلوبمنت سيستم جديد لازم اعيد المنظر ده وافكر بيه. ادي بعد ما حصل الفولدنج الاكتوديرمال كفرنج والدايلاتيشنز او البلجنج والديبريشنز، ادي الهيد بلج وده الاستوموديوم وده الثوراسيك بلج والامبلايكاس وده التيل اوف ذا امبريو، واخيرا من هنا من الداخل كان عندي الاندوديرمال تيوب اللي هي الجوت تيوب اللي بتنتهي بدايلاتيشن هيلمس التيل نوت في الدايلاتيشن ده اللي اسمه الكلويكا، والديفينيتيف يوك ساك هتبقى سكويزد في قلب الامبلايكس
وتتصل باليوكسات الاصليه بالكافيتي اوف ذا دكت بالفيتيلو انتستينال دكت. في الظهر هنا كانت في عندي النوتوكورد، وفي ظهر النوتوكورد كان يوجد عندي النيورال تيوب. طيب كيف نشأت اليورينري بلادر؟ كده خدنا الكدني، هنخش على اليورينري ومنها لليوريتر. تعالوا بصوا بقى معايا اليورينري بلادر نشأت ازاي. بسيطة جدا، احنا فاكرين مع بعض دلوقتي ادي الجنين اهوت اللي في نهاية الاسبوع الرابع، ادي الجات تيوب. الجات تيوب اللي هي اكستندز كودالي، وكانت ظهر فيها دايلاتيشن عند التيل اوف ذا امبريو، لمس التيل اوف ذا امبريو هنا في الكلوكال ميمبرين. هذا الدايلاتيشن كان كاريس بلايند دايفرتيكولم اسمه يوريكاس. اليوريكاس ده هيمشي يتجه ناحيه الامبلايكس، وادي الفيتيلو انتستينال داكت اللي ربطت الديفينيتيف يوك ساك بالكافيتي اوف ذا جات تيوب. طيب ازاي بقى اليورينري بلادر خرجت؟ هتخرج من الكلوك، هتخرج ازاي؟ احنا قلنا الاصفر ده هو بحر الميزوديرم العظيم. ايه بحر الميزوديرم العظيم ده؟ دي عباره عن سوفت سيلز. الانتر امبريوجيك ميزوديرم ده عباره عن خلايا رخوه عندها المقدره على التشكل في صوره خلايا اخرى، فتتحول الى ماسل سيلز، تتحول الى بلاد سيلز، تتحول الى بون سيلز، اي شكل من اشكال السيلز. فهنا بحر الميزوديرم العظيم اللي في المنطقه المحصوره بين الفيتيلو انتستينال داكت وبين الكلوكا، وده دورسال ده سيفاليك وده كودل، وبين الجت دورسال وبين اليوريكاس فنترال، في المنطقة دي هيحصل ايه؟ هيحصل كوندنسيشن. طبعا افكركم بالميزونيفريك داكت اللي كانت فتحت في الكلوكا واللي طلع منها اليوريتريك باب. افكركم هنا بالميزونيرم اللي في المنطقة دي، هيحصل له كوندنسيشن. كوندنسيشن وسيكنينج، ويتكثف ويعمل لي بارتيشن او سبتم يسموه يورو ريكتال سبتم. هذا اليورو ريكتال سبتم هيضغط على الكلويكا ويستمر ضغطه عليها من سفالك لكودال دايركشن، ويفضل يغوص بداخلها لحد ما يشقها نصين اتنين لحد ما يوصل للكلويكا الممبرين من تحت. يبقى اليورو ريكتال سبتم هيستمر في الجروينج بتاعه وات سينكس ديبلي ويزن ذا كلويكا ديفايدنج ات انتو تو بارتس، او فنترال بارت ودورسال بارت. الفنترال بارت اللي هو ده هيسموه يورو جينيتال ساينس، والدورسال بارت اللي هو ده اسمه ريكتو اينال كانال. اليورو جينيتال ساينس شايل حاجتين اتنين، شايل على راسه من هنا اليوريكاس، وشايل على جنبه من هنا الميزونيفريك داكت. وادي هنا ايه الميزونيفريك داكت. انا بس بفكركم بقول لكم ان كان طالع منها هنا اليوريتريك بد اللي كان مسؤول عن نص تكوين او تكوين نص الكدني. طيب يبقى ده اليورو ريكتال سيبتم اللي هو في المنطقه دي اهو، ده كل ده اليورو ريكتال سيبتم، ده بس الاسم بتاعه، انما هو هنا اهو ادي اليورو ريكتال سيبتم وضغط على مين؟ على الكلوكا وشقها لحتتين اتنين، حته فنترال شايله على راسها اليوريكاس، وشايله على جنبها الايه الميزونيفريك داكت اللي كان طالع لي منها اليوريتريك بود. وادي في الظهر بقى الجزء الثاني من الكلوكا اللي هو الريكتو اينال كانال. طيب من اليورو جينيتال ساينس هتتكون اليورينري بلادر ثم اليوريثرا بعد كده. هتطلع منين؟ هتطلع من اليورو جينيتال ساينس. طيب خليها
بعد كده اليورينري بلادر طلعت من اليورو جينيتال سينس ثم اليوريكاس حصل له اوبليتريشن وبقى رودمنتري في صوره ليجامنت اسمها ميديان امبوليكال ليجامنت ودخلت هنا في قلب الايه قلب الامبوليكاس. اليوريثرا نتكلم عنها بعد شويه. نيجي بعد كده بقى لمين؟ لليوريتر. اليوريتر ازاي اتكون؟ ادي بقى بالنسبه للفيميل نفس الكلام، اليورينري بلادر اتكونت من الفنترال بورشن اللي هو اسمه يورو جينيتال ساينس اللي هينقسم بعد كده زي ما احنا هنشوف الى قسمين اثنين، سيفاليك بارت ودورسال بارت اللي هو الفيزايكو يوريثرا بارت، هيكون اليورينري بلادر واليوريثرا. اما الدورسال بارت الميزونيفريك داكت هيتكون بعد كده، هيتكون دي الميزونيفريك داكت كان طالع منها اليوريتريك بارت. اليوريتريك بارت ده بقى اللي هيكون مين؟ هيكون اليوريتر. ازاي؟ تعالوا كده نبص مع بعض. احنا فاكرين مع بعض دلوقتي ديت الميزونيفريك داكت اللي كانت راحت فتحت فين؟ في الديستال اند اوف ذا كلويكا. بظهور اليوروريكتال سيبتم حصل انفصال للكلويكا لجزئين، اليوروجينيتال ساينس من قدام والريكتو الى الكنال من ورا. اليوروجينيتال ساينس عند منطقه اتصال الميزونيفريك داكت بالكلويكا يتخنق ويتحول الى ايه؟ او ينقسم الى قسمين اثنين، سيفاليك بارت اسمه فيزايكو يوريثرال بارت وكودال بارت اللي اسمه ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس الاصلي. طيب معنى كده ان اليوريتريك بارت هنا ماسكه في الفيزايكو يوريثرال، يعني ماسكه في الجزء اللي هيكون اليورينري بلادر واليوريثرا. طب دي مين الميزونيفريك داكت؟ وده مين؟ وده اليوريتريك بارت. بس انا عندي اللي بيقول اليوريتريك بارت ده واحد، امال الميزونيفريك داكت ديت ايه حكايتها؟ بصوا معايا كده في الرسمه ديت اهو، ادي الميزونيفريك داكت وادي الميزونيفريك داكت اهي الشمال، ودخلت لي هنا في مين؟ ودخلت هنا في الكلوكا اللي اتقسمت، حصل هنا اهوت حصل لها سب ديفيجن عند منطقه دخول الميزونيفريك داكت الى سيفاليك بارت اللي هو الفيزايكو يوريثرا اللي كونت البلادر واليوريثرا، والديفينيتيف يوروجينيتال ساينس اللي هيكون بعد كده جزء اخر من اليوريثرا. وادي عندي هنا اليوريتريك بارت اهو، يبقى ده عندي اليوريتريك بارت يمين وشمال والميزونيفريك داكت يمين وشمال. بعد كده بدا يحصل ايه؟ بدا يحصل ابزوربشن لمين؟ للترمينال اند اوف ذا ميزونيفريك داكت. هتمص هتشفط الديستال بارت اوف ذا ميزونيفريك، هتشفطها وتاخدها في قلبها لحد بقى مين؟ ما تفصل اليوريتريك بارت عن الميزونيفريك داكت، وتستخدم الميزونيفريك داكت في تكوين اجزاء من الجينيتال سيستم، بينما تستخدم اليوريتريك بارت في تكوين اليوريتر. فبالشكل ده كان اربع حاجات هم نتيجه الابزوربشن اوف ذا ميزونيفريك داكت، هتشد معاه لحد ما يخش اليوريتريك بارت في قلب اليورينري بلادر، بينما يذوب الجزء من الميزونيفريك داكت ده ويستخدم في تكوين الايبوفورم والبارافورم وحاجات في الجينيتال سيستم زي ما هنشوف بعد كده، ثم يتصل بعد كده. طبعا اليوريتريك بارت احنا عارفين انه كان متصل بالميتانيفريك كاب، فبالشكل ده ظهر مين؟ ظهر لنا الايه؟ اليوريتر. ادي فيو اخر اهوت، ادي كان الميزونيفريك داكت وده كان اليوريتريك بارت بعد ما حصل ابزوربشن وايه دخلت في قلب اليورينري بلادر. برضه نفس الكلام اهوت، حصل ابزوربشن خلاص
بدأت تقرب بقى، بدأت المسافات هي تقرب، وبدأ الميزو نفر الضغط تقرب لحد ما ايه اختفت تماما، وحل محلها مين؟ وحل محلها اليوريتر. بالشكل ده اليوريتر اليمين واليوريتر الشمال بتوصلهم الكدني باليورينر بلادر اللي كانت ظهرت من حتة من حتة من الكلوكال. اللي من حتة من حتة كانت ظهرت من الزيكو وريسرال بارت اللي هو كان السيفاليك بارت اوف ذا يوروجينيتال ساينس، اللي هو كان حتة من الكلوكا اللي دخل اليورو ريكتال سيبتم وراح جاي شقها النصين، نص خلفي بقى الريكتو ان الكنال والنص الامامي الحتة العلوية منه بقت اليورينال بلادر اللي شفطت الميزونيفريك دكت وسمحت بس بدخول اليوروتر، وبينما طلعت بقى الميزونيفريك دكت فوق وكونت لي بقى مين اجزاء رودمنتري من الجينيتال سيستم. طيب الكونجينيتال انوميليز اللي ممكن تقابلنا في ديفلوبمنت اوف ذا يورينال بلادر، ادي اليورينال بلادر بعد ما اتكونت، الميزوديرما اللي قدامها هيكون المسل وول اللي طبعا ده الحاجات دي كونت الميوكوزا لايننج اوف ذا يورينال بلادر، انما المسل نفسها بتاعه اليورينال بلادر جايه من الميزوديرما اراوند. الميزوديرما في الاراوند ده ممكن في منطقه اللور بارت اوف ذا انتيرور ابدومينال وول هيفشل في تكوين المسل لاير اوف ذا يورينال بلادر، فيحصل ان الكافيتي اوف ذا يورينال بلادر هيكون ان كونتينيويشن مع الاوتسايد، فيظهر حاجه زي الفيستولا كده يسموه اكتوبيا فيزايكا، او ممكن الوريكاس ديت بدل ما يحصلها اوبليتريشن وتتحول لميديال امبليكال ليجمنت مش هيحصلها اوبليتريشن، هتفضل شغاله فتحول الى يوريكال فيستولا. ادي اتنين انوماليز. في اتنين انوماليز كمان في اليورينال بلادر، ان ممكن بدل ما تكون يوريكال فيستولا يكون يوريكال سيست. سيست يعني ايه؟ يعني كافيتي في النص قدامه مقفول وراه مقفول، تمام؟ او يتحول الى يوريكال ساينس، يعني هيكون قدامه مفتوح ووراه مقفول، يعني قدامه قدام مين؟ قدام اليوريكاس مفتوح في الامبريكاس ووراه مقفول عادي. او اخر حاجه ان تكون اليورينال بلادر ان كونتينيويشن مع مين؟ مع الانال كانال، بيسموها ريكتو او يورو ريكتال فيستولا. سببها ايه؟ سببها ان السبتم ده اللي اسمه ريكتو انال يورو ريكتال يورو ريكتال سبتم مفروض يخش يشق الكلوكا شق كامل لحد ما يوصل الكلوكا الممبرين، الا انه مرات ما يقدرش يشقها بصورة كاملة فيحصل ان هو يفضل جزء من الكلوكا مفتوح ويؤدي الى ظهور يورو ريكتال فيستولا. هتلاقي البول هيختلط مع البروس. اخيرا الديفلوبمنت اوف ذا يوريثرا، مش عارف انتوا تعبتوا ولا ايه، هون انا نكمل باخر سيشن. وانا اجهد ان اكمل معاكم شويه دول اكمل يا دكتور عادي، مفيش مشكله الحمد لله زي الفل. يعني اليورينا الرينال اليورينري سيستم والجي اي تي ممكن على مركز الايه الكفاءه الذهنيه بتاعه الواحد والصحه قلت يعني. فيدوبك هنخلص اليورينري بالعافيه كده، وفي مره تانية ناخد الجينيتال سيستم. طيب ديفلوبمنت اوف ذا يوريثرا نفس الكلام، النظام اللي احب دايما اكرره، ادي عندي الجنين بعد ما حصل فيه اليورو ريكتال سيبتم شق الكلوكا نصين اتنين، نص امامي ونص خلفي. نص امامي يعني فنترال اللي هو اليورو جينيتال ساينس اللي اتقسم الى قسمين اتنين، قسم سيفاليك اسمه فيزايكو يوريثرا الكنال، دي الفيزايكو يوريثرا الكنال اللي كونت اليورينال بلادر والمشتقات بتاعتها الحاجات اللي دخلت فيها اليوريكاس من فوق والميزونيفريك دكت اللي حصلها امتصت ودخل اليوريتر في قلبها ودابت بقيه الميزونيفريك دكت. اما الجزء الكودال اللي اسمه الديفينيتيف يورو جينيتال ساينس، اليورو جينيتال ساينس الاصلي
الاوروجينيتال ساينس الاصلي اللي هو كان انديرمال ان اوريجين ده هيظهر منه بلايند دايفيرتيكولوم سوليد ماس هتطلع منه هتمشي فينترالي في التيل اوف ذا امبريو بوشينج ذا اكتوديرم ان فرونت اوف ات لحد ما توصل الاكتوديرم وتزقه هذا البلايند دايفيرتيكولوم بيسموه الفيلس هذا الفيلس او الفالوس بالعربي الفيلس ده بلايند دايفيرتيكولوم هيخرج من اليورو جينيتال ساينس في اتجاه الاوفر بوشينج ذا اوفرلاينج اكتوديرم عشان هيعمل انذر بروجكشن فوق منه طيب الاكتوديرم ده هيستجيب ده ايوه هيستجيب انه يعمل ايه ده الانترا امبريال اكتوديرم يبقى دلوقتي ده اندوديرمال ان اوريجين حواليه ميزوديرم وحواليه اكتوديرم هو زق الاكتوديرم وزق من تحت منه الميزوديرم بقى دلوقتي في بروجكشن اهو البروجكشن ده فيه ثلاث انواع من الخلايا في النص سوليد ماس اللي هي الفيلس دي جايه من الاوريجينيتال ساينس وفوق منها على طول حته من الانترا امبريونيك ميزوديرم وفي السطح من بره كان في الاكتوديرمال كفرينج الاكتوديرم هيستجيب لهذا الضغط الاكتوديرم ده حساس قوي لقى حاجه بتضغط عليه على طول هيعمل اكتوديرمال سيكنينج علشان يحاول يحمي نفسه ما يتقطعش وده ما يخرجش منه هذا الاكتوديرمال سيكنينج اللي هو الفيوتشر هيبقى الجلانس بتاع البينس طب ايه اللي هيحصل بعد كده هيحصل بعد كده الفيلس ده اللي هو كان بلايند دايفيرتيكولوم هيحصل فيه كاناليزيشن ويبتدي ايه يتكون في داخله كنال هذه الكنال اللي هي هتبقى البروستاتيك يوريثرا هتنمو جوه الفيلس وهتروح توصل لحد فين جوه كمان مين جوه الميزوديرم اهو وتروح تعمل كاناليزيشن لمين كاناليزيشن للجلانس بينس بدل ما هو كتله مصمطه هيبقى ايه هيبقى كاناليزد وبتبقى اتاتشد بالاوتسايد يبقى دلوقتي حصل كاناليزيشن للفيلس والاوفرلاينج ميزوديرم وكاناليزيشن في نفس الوقت لمين للجلانس واتصلوا مع بعض الشكل ده اتكونت مين اتكونت الميليوريثرا الفيميليوريثرا هي هتبقى المناظره بس لمين للبروستاتيك بارت اوف ذا ميليوريثرا الانوماليز اللي ممكن تقابلنا هم حاجتين اتنين دلوقتي انا عندي اليوريثرا ديت مشيت في مسار في جزء وسط اندوديرمال وسط تاني اكتوديرمال وتوصلوا مع بعض وفتحهم طب نفترض دلوقتي ان ما حصلش كاناليزيشن يمين ما حصلش كاناليزيشن الصوت يا دكتور الصوت مش واضح واضح دلوقتي ولا لا الصوت واضح يا جماعه طيب رجع كده دكتور تمام كده دكتور تمام نفترض ان ما حصلش كاناليزيشن لمين للجلانس ايه اللي هيحصل هيحصل ان الكنال الموجوده في ان فيلس هتفتح اما تحت واما فوق لو فتحت تحت فاليورين هينزل عن طريق الفنترال اسبكت هيسموه الهايبوسبيدياس لو فتحت من فوق هيطلع اليورين عن طريق الدورسال اسبكت اللي بيسموه الابي اسبيدياس ادي يا جماعه طريقه ظهور الابيسبيدياس والهايبوسبيدياس في كونجينيتال انوماليز اثناء الديفلوبمنت اوف ذا ايه اوف ذا ميل يوريثرا شاكرين لكم حسن الاستماع وان شاء الله نتفق على ارجو ان انا ايه اكون وفقت ان انا وصلت لكم الصوره معلش انا النهارده طول النهار مجهد بعمل محاضرات وبسجل وكده يعني فجيت انتوا على الاخر فانا استاذنكم بس شكرا لحضرتك الاسره بس قاعده معايا فالاولاد بيزوروني يعني فانا استاذنكم ان شاء الله نحدد ميعاد تاني
تحبوا للكتاب. شكرا لحضرتك يا دكتور. العفو يا جماعه، نشوفكم بخير ان شاء الله. ماشي، السلام عليكم. شكرا يا دكتور، شكرا. نشوفكم.